الحقيقة تبان. مساء الخير على حضراتكم، أهلا بيكم حلقة جديدة في النور. النهاردة الأربعاء 28 أغسطس 2019، برحب بحضراتكم. عندنا النهاردة فقرتين للحوار، الفقرة اللي بعد الأخبار مباشرة هنتكلم فيها عن مكافحة الإرهاب، ويمكن كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة الجي 7 الدول الصناعية السبع الكبرى، وكلمته النهاردة في قمة التيكات 7. الاثنين كانوا بيحتووا على ضرورة مكافحة ومواجهة الإرهاب، وأن دي من أهم التحديات اللي بتواجه القارة الإفريقية. هيكون معنا في الفقرة دي سيادة السفير هاني خلاف، مساعد وزير الخارجية الأسبق في الشؤون العربية. عندنا فقرة تانية هنتكلم فيها بمزيد من التفصيل عن الرسائل اللي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة في كلمته أمام قمة التيكات 7. الحقيقة أنه هذه الكلمة كانت مهمة جدا، وكان فيها حلول لمشاكل القارة، ويمكن الرئيس النهاردة اتكلم عن ثلاث نقاط حددهم بشكل في كثير من التوضيح، هنتناول ولهم النهارده مع الدكتوره هدى راغب استاذ العلوم السياسيه. ده بشكل سريع فقراتنا النهارده، وهنبدا مع حضراتكم بقمه التيكاد اللي افتتحت اليوم، واللي فيها قال الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمه مهمه زي ما قلت لحضراتكم، يمكن تناول فيها الكثير من التحديات اللي بتواجه القاره، تناول فيها عدد من المحاور اللي بيها نقدر نسرع بعمليه تحويل افريقيا لشريك اقتصادي مؤثر ومهم. اتكلم الرئيس السيسي عن تطوير البنية التحتية الإفريقية من خلال المشروعات العابرة للحدود، زي مثلا ربط القاهرة بريا بالكيب تاون، ومشروع الربط الكهربائي بين الشمال والجنوب، وربط البحر المتوسط ببحيرة فيكتوريا. اتكلم كمان عن ضرورة تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية اللي بيها الأسعار هتنزل شوية، أسعار السلع والمنتجات، وكمان هيكون في فرص استثمارية ضخمة جدا. اتكلم كمان الرئيس عن ضرورة توفير مزيد من فرص العمل وزيادة التشغيل بين الشباب، ده اللي هيخلي القارة تسرع في عملية كونها شريك اقتصادي مهم بين القارات الكبرى. تعالوا نتابع جزء من كلمة الرئيس النهاردة ونرجع لحضراتكم مرة تانية. في النور الحقيقة تبان. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد شينزو إيبي رئيس وزراء اليابان، أصحاب الجلالة والفخامة والمعالي، رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، السيد موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، السيدات والسادة الشركاء المنظمون للتيكاد، الحضور الكريم، أود في البداية أن أعرب عن التقدير لسعادة رئيس وزراء اليابان شينزو أبي ولشعب اليابان على حفاوة الضيافة وحسن التنظيم وما بذل من جهد في إطار الإعداد للقمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا التيكاد، الذي تبدأ عمله اليوم في يوكوهاما تلك المدينة اليابانية التي طالما كانت إحدى بوابات اليابان للانفتاح والتفاعل مع العالم الخارجي. وأود كذلك أن أتقدم بالشكر للشركاء المنظمين على الإعداد الموضوعي المتميز لهذه القمة وما يبذلونه من جهد مستمر ودؤوب لتوطيد الشراكة بين إفريقيا واليابان. السيدات والسادة، إنه لمن دواعي سروري أن أتحدث اليوم أمام هذا المحفل الذي يجمع إفريقيا مع أحد أقدم شركائها الاستراتيجيين، والذي يرتكز على التعاون وتحقيق المصالح المشتركة بهدف دفع جهود التنمية في دول القارة الإفريقية منذ إطلاقه عام 1993. ويمكنني اليوم تأكيد أن شراكتنا في إطار التيكاد حققت قدرا كبيرا من الإنجازات وتفاعلت بالإيجاب مع المعطيات الدولية والإقليمية. إنني أحدثكم اليوم واعيا لحجم التحديات التي لا تزال تواجه دولنا وتؤثر على شراكتنا في ظل مناخ دولي تجتاحه موجات الحمائية الاقتصادية والتجارية، فضلا عن التوقعات المتشائمة
بتراجع النمو العالمي وارتفاع معدلات البطالة خاصة بين الشباب، وتفاقم تداعيات ظاهرة تغير المناخ وما يعصف بالعالم من نزعات التطرف وموجات الإرهاب، بما يفاقم من التحديات التي تواجه الدولة الوطنية في وقت تتزايد فيه تطلعات الشعوب وتغلب عليه ندرة الموارد وسوء التوزيع، حيث تحتم علينا تلك الظروف والتحديات تعزيز تعاوننا على مختلف الأصعدة التنموية. السيدات والسادة، نجتمع اليوم تحت شعار النهوض بتنمية إفريقيا عبر الشعوب والتكنولوجيا والابتكار، وهو عنوان غني بالمعاني ويمهد الطريق للمزيد من التعاون فيما بيننا، إذ أن نقل التكنولوجيا ودعم برامج وخطط تطوير قدرات إفريقيا وتزويد مواردها البشرية وتنميتها بأدوات العصر يتسق مع رؤيتنا لتكامل قارتنا، والتي تعد بالفعل خطوات أساسية لتحقيق أهداف أجندتنا التنموية 2063 وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030. واتصالا بما سبق، فإنني أدعوكم إلى تكثيف تعاوننا العلمي والتنموي للاستفادة من قدرات القارة الإفريقية الطبيعية في تنويع مصادر الطاقة من خلال دعم مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة، بما يسهم في تخفيف الآثار البيئية لظاهرة تغير المناخ. وإذ تلتزم إفريقيا بالعمل على حماية كوكبنا وفقا لاتفاق باريس للمناخ، فإنها تدعو دول العالم المتقدم إلى الالتزام بتعهداتها، لا سيما وأن هذه الدول هي الأكثر تأثيرا على مناخ الأرض والأكثر استفادة من مواردها. وفي إطار الأولوية التي توليها قمة التيكاد السابعة لدور القطاع الخاص، فإنني أتوجه باسم إفريقيا بدعوة لمؤسسات القطاع الخاص العالمية والشركات العالم الدولية متعددة الجنسيات للاستثمار في قارتنا. فأسواق إفريقيا مفتوحة والظروف الاستثمارية مهيئة وأيادينا ممدودة للتعاون وأراضينا غنية بالفرص والثروات، وعزمنا على بناء مستقبل قارتنا في شتى المجالات لا يلين. وأطالب مؤسسات التمويل الدولية والقارية والإقليمية بأن تطلع بدورها في تمويل التنمية بإفريقيا وتوفير الضمانات المالية لبناء قدرات القارة، بما يسهم في تعزيز التجارة وزيادة الاستثمار. وأذكرهم دوما أن لكل قارة خصائصها ولكل دولة خصوصيتها وظروفها، ولقد آن الأوان بأن تقدم مؤسسات التمويل الدولية أفضل شروط لتمويل جهود التنمية في إفريقيا. واتساقا مع ما تقدم، أود الإشارة إلى ثلاثة محاور يجب التركيز عليها للإسراع بتحويل أفريقيا للشريك الاقتصادي الذي ننشده جميعا. أولها تطوير البنية التحتية الإفريقية من خلال تنفيذ المشروعات العابرة للحدود، لا سيما المشروعات المدرجة ضمن أولويات الاتحاد الإفريقي، كمشروع ربط القاهرة بريا بكيب تاون، ومشروع الربط الكهربائي بين الشمال والجنوب، وربط البحر المتوسط ببحيرة فيكتوريا، ومشروعات السكك الحديدية والطرق، ومشروعات توليد الطاقة المتجددة. وثاني هذه المحاور يتصل بتفعيل جميع المراحل التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، بما يساهم في تخفيض أسعار الكثير من السلع ويزيد من تنافسية القارة الإفريقية على المستوى العالمي ومن جاذبية الاستثمارات لتصنيع وتحديث اقتصاديات القارة. ويتمثل المحور الثالث في أولوية السعي لتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة التشغيل الكثيف، لا سيما بالنسبة للشباب، وهو الأمر الذي يتطلب حشد الاستثمارات الوطنية والدولية وجذب رؤوس الأموال وتوطين التكنولوجيا. في النور الحقيقة بان. برحب بحضراتكم معانا مرة تانية في النور. زي ما قلت لحضراتكم أننا هنتناول النهاردة كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل ما فيها من نقاط مهمة في فقرتنا الحوارية الأخيرة النهاردة. لكن كمان على هامش هذه القمة، تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي برفقة رئيس وزراء اليابان
تشينزو أبي الجناح المصري بمعرض منظمة اليابان للتجارة الخارجية، وذلك على هامش رئاستهما المشتركة لمؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الإفريقية تيكات 7، والذي بدأ أعماله في اليابان ويستمر حتى 30 من أغسطس الجاري. صرح السفير بسام رادي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الجناح المصري تضمن عروضا تعريفية وكتيبات لشرح الفرص الاستثمارية بمصر، مشيرا إلى أن الزعيمان السيسي وأبي تفقدا كذلك باقي الأجنحة الخاصة بالمعرض خلال هذه الجولة. نروح لخبر تاني. والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمقر إقامته رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي الجايكا. وقال السفير بسام رادي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أكد المكانة والتقدير اللذين تحظى بهما الجايكا لدى مصر على المستويين الرسمي والشعبي لإسهاماتها التنموية العديدة والمتنوعة. يمكن الجايكا من ضمن المؤسسات اللي بيتحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي كثيرا، واللي بنعول عليها لانه هذه القمه التيكات 7 مش بس ما بين الدول الافريقيه واليابان، لكن كمان بشراكه المؤسسات الدوليه المعنيه بالشق التنموي في افريقيا. من جانبه استعرض رئيس الجايكا نشاط الوكاله اليابانيه في مصر من مختلف المشروعات الجاري تنفيذها، والذي ياتي تعزيزا للعلاقات الوثيقه اللي بتربط بين البلدين. وقد وجه الرئيس في هذا الصدد الشكر لرئيس وكالة الجايكا على المساعدات اللي قدمتها مصر في إطار المشروعات التنموية التي قامت بتنفيذها في العديد من المجالات، معبرا عن التطلع للتعاون مع الجايكا من أجل الانتهاء من المزيد من المشروعات في مصر، لا سيما مشروعات الطاقة والنقل والمواصلات، وكذلك الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك مشروع المتحف المصري الكبير، وذلك على النحو الذي يلبي طموحات الشعب المصري نحو تحقيق التقدم والازدهار، ومن خلال الاستفادة من الخبرات اليابانية المشهود لها بالكفاءة والدقة، والتي نجحت في تقديم نموذج حضاري للتحديث والرقي مع الحفاظ على القيم والتقاليد العريقة والانضباط والدقة. كما أشار الرئيس إلى توافر العديد من المجالات في مجالات التعاون الأخرى بين الجانبين، خاصة في مجال التعليم الأساسي والعالي، حيث أعرب الرئيس عن اهتمام مصر بالاستفادة من نظام التعليم الياباني وتطبيقه في المدارس المصرية في ضوء تركيز هذا النظام على الجانب الأخلاقي وتنمية العمل الجماعي. كمان شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده مراسم التوقيع على مذكرة تعاون بشأن برنامج التعاون الفني الثلاثي المصري الياباني بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا، وذلك على هامش مشاركته في قمة التيكاد 7 باليابان. وقع الاتفاقية وزير الخارجية سيد سفير سامح شكري ورئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا. صرح بذلك السفير بسام رادي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. ده كان بشكل سريع يعني أهم الأنشطة اللي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة مع بداية هذه القمة، قمة التيكاد 7. طيب احنا معانا الأستاذ محمد السعودي رئيس صندوق تأمين العاملين بالقطاع الحكومي. أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. كان النهاردة قرينا أنه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يعني كان في قرار للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة حوالين العلاوات الخمس، والحقيقة أنه في شائعات كتير وفي تفسيرات كتير، فإحنا حابين نفهم من حضرتك معنى ما قيل اليوم. هو أولا طبعا إحنا عاوزين نوضح للسادة المشاهدين ايه موضوع العلاوات الخمسه ده؟ تمام. موضوع الخمس علاوات ان كانت الدوله دايما درجت على ان هي بتطلع قانون للعلاوات منح العاملين بالدوله علاوه خاصه، وكانت بتحدد تاريخ ضم العلاوه دي في القانون بتاع زياده المعاشات، بيقول ان العلاوه دي هتضم للاجر بعد مضي خمس سنين. تمام. فكان اي واحد بيخرج على المعاش بيفضل عنده خمس علاوات موجودين في وعاء الاجر المتغير، وكانت بتتحسب من ضمن عناصر الحساب بتاع معاش الاجر المتغير. كانت في حاجه ثانيه بتدي ميزه اضافيه القانون كان بيديها
لأصحاب المعاشات. القوانين سكتت ولم تصدر قوانين بمنح هذه الميزة من سنة 2006. تمام. بعد حضرتك لما سكتت القوانين بعض أصحاب المعاشات رفعوا دعاوى بيطالبوا بما يستفيدوا بال 80% الميزة الإضافية اللي كانت بتضاف. تمام. صدر الحكم بتاع المحكمة الإدارية اعتبر عدم صدور مثل هذه القوانين دي قرار سلبي من جهة الإدارة ما طلعتوش. طعنا احنا على الحكم قدام المحكمة الإدارية العليا، المحكمة الإدارية العليا طلعت الحكم بتاعها قالت حقية أصحاب المعاشات في احتفاء 80% من إعادة تسوية معاشهم باحتفاء 80% من قيمة العلاوة الخاصة التي لم تضمن لغاية الأجر الأساسي في معاش الأجر المتغير. بالظبط. وده بالفعل اللي احنا كنا بنطبقه اللي احنا حضرتك احنا من ضمن عناصر الاجر المتغير اللي بنحسب المعاش بنحسب المعاش بناخد الخمس علاوات ضمن العناصر بتاعه حساب المعاش. تمام. وبناخدها بكامل قيمتها مش ب 100%. تمام. الاخوه اصحاب المعاشات احنا ده كان منتصرنا لمنطوق الحكم متخيلين كانوا ان احنا مش عايزين نطبق الحكم ونديهم الحق ده. عرضنا رؤيتنا على مجلس الدولة في ضوء الحكم اللي طالع. جت الجمعية العمومية بمجلس الدولة النهاردة قالت أكدت على رؤيتنا للحكم أو لمنظورنا لتطبيق الحكم وقالت والله إن الناس اللي أنت ما ضمت لهمش ال 80% احسب لهم 80% في المعاش بتاع الأجر المتغير. إنما طالما أنت بتقول إن أنا سايد الناس ب 100% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم فالناس دي أصبحت إيه مش هيستفيدوا من هذا الحكم. وبالفعل إحنا بالنسبة للجميع المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات اللي يقبضوا على المعاش بنحسب قيمة العلاوات طيب. الخاصة التي لم تضم بنسبة 100%. طب فين المشكلة؟ يعني أصحاب المعاشات بيقولوا كلام غير اللي حضرتك بتقوله. يا جماعة يا ريت يكون معنا حد من أصحاب المعاشات يعني يقول لنا إيه وجه الاعتراض؟ إيه وجه الاعتراض يا فندم؟ هو أنا زي ما وضحت لحضرتك قبل كده وجه الاعتراض إيه؟ إن كانت القوانين اللي هي بتاعت زيادات المعاشات كانت بتدي ميزة إضافية غير اللي إحنا بنعمله. القوانين دي لم تصدر من سنة 2006 اللي هي بتضيف ميزة فوق الإيه الطريقة اللي إحنا بنسوي بيها. تمام. بالحضرتك فهم اعتبروا إن الحكم الطلع ده بيديهم أحقية إن هو ياخدوا الميزة اللي سكتت القوانين عنها. إن الحكم بيعتبر إن الدعوة دي دعوة إعادة تسوية معاش وإن أنا لازم آخد في اعتباري العلاوات الخاصة ضمن العناصر اللي أنا بحسب بيها عليها أساسها المعاش. وإحنا ده اللي إحنا بنعمله، إحنا ما بناخدش 80%، إحنا بناخدها بكامل قيمتها 100%. فمن ثم إحنا أصبحنا إن إحنا فعلاً إحنا مطبقين الحكم دول على كل الناس. طيب أنا برضو محتاجة أسمع وجهة النظر الأخرى. أنا بشكرك جزيلا أستاذ محمد سعودي رئيس صندوق تأمين العاملين بالقطاع الحكومي. محتاجين حد يكون معانا كمان يقول لنا وجهة النظر الأخرى لأنه النهاردة كان في حالة من الغضب الشديد ما بين أصحاب المعاشات بشأن هذا الحكم. تعالوا بقى نروح لخبر تاني ورد بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد اللي وافق عليه مجلس النواب نهائيا وصدق عليه رئيس الجمهورية الخميس الماضي ما يسمى بتعويض الدفعة الواحدة. واستحق هذا التعويض يستحق في حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه ولم تتوافر في شأنه شروط استحقاق المعاش، واستحق التعويض على مدد الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. تعالوا نتابع تفاصيل أكثر في التقرير اللي جاي. في النور الحقيقة تبان.
برحب بحضراتكم معنا مرة تانية في النور، ونروح لخبر تاني. ونفى العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحة ما يتم تداوله على وسائل الإعلام أو بعض وسائل الإعلام والقنوات المعادية ووسائل التواصل الاجتماعي الممنهجة من شائعات تتعلق بامتلاك أو افتتاح القوات المسلحة سلسلة من الصيدليات بمختلف أنحاء الجمهورية. وأعلن المتحدث العسكري في بيان له منذ قليل أن القوات المسلحة بتهيب بكافة وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عدم ترويج تلك الشائعات وضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء تلك الإدعاءات المغرضة. بالفعل منذ الأمس وبعد القرار الخاص بغلق سلسلتين من الصيدليات تحديدا العزبي ورشدي، وفي مجموعة من الشائعات بتتكلم عن أنه الدولة بتمتلك سلسلة من الصيدليات الأخرى وكتبوا أسماء معينة. الحقيقة أنه المتحدث العسكري بينفي صلة الدولة أو صلة القوات المسلحة بأي سلسلة من السلاسل الخاصة بالصيدليات. يمكن امبارح احنا كمان كان لينا مداخله مهمه واتكلمنا فيها عن الاجراءات القانونيه اللي المفروض تتم تجاه السلسلتين اللي احنا اتكلمنا عليهم بالامس. يمكن البعض شايف انه على ارض الواقع ما فيش حاجه تم تنفيذها، لكن احنا بصدد متابعه هذه القرارات اللي بتصدر سواء من وزاره الصحه او خلافه علشان نعرف القرارات دي ممكن تنفيذها على ارض الواقع ولا لا. نروح بقى لخبر تاني. وأكد الفريق عبد المنعم ألتراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي لأنظمة كابلات الطاقة الكهربائية بالتعاون مع الخبرات العالمية. جاء هذا خلال المباحثات مع مجموعة هينغ تونغ الصينية العالمية في إطار استراتيجية الهيئة العربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلي ودعم مشروعات التنمية الشاملة. وأوضح أيضا الفريق عبد المنعم ألتراس أن مجالات التعاون تتضمن نقل الخبرة الفنية وتدريب الكوادر البشرية وتوطين تكنولوجيا صناعة الكابلات الكهربائية وفقا لمواصفات الجودة العالمية، بالإضافة لبحث أطر التعاون والشراكة بين الهيئة العربية للتصنيع والشركة الصينية لتلبية احتياجات السوق المحلي والمنطقة العربية وفتح منافذ للتصدير لإفريقيا. أضاف أيضا أن كابلات الكهرباء بتشمل كابلات الجهد المنخفض والمتوسط والعالي والكابلات البحرية، ودراسة فتح آفاق للتعاون في مجال كابلات الألياف الضوئية لنظم الاتصالات وكابلات الطاقة المتجددة وخطوط اتصالات السكك الحديد، مشيرا لأهمية الإسراع بتفعيل آليات التعاون والشراكة لتلبية الطلب المتزايد من الكابلات الكهربائية. دلوقتي هنتابع مع حضراتكم تفاصيل خاصة بالمعهد القومي للتخطيط. تعالوا نتابع التفاصيل دي في التقرير اللي جاي ونرجع مرة تانية. في النور الحقيقة تبان. نظم المعهد القومي للإدارة ندوة تحت عنوان نشر ثقافة خطط البرامج والأداء، قدم فيها الدكتور جميل حلمي مساعد وزير التخطيط لشؤون المتابعة ورئيس وحدة خطة البرامج مجموعة من الأفكار الأساسية لمتابعة وتقييم أداء المؤسسات. وحضر هذه الندوة عدد كبير من الموظفين بالجهاز الإداري للدولة. مبدئياً النهاردة يعتبر أول ندوة في سلسلة الندوات للتعاون مع مؤسسة هانزايدل الألمانية اللي تم الاتفاق عليها من أجل رفع كفاءة الفرد في الجهاز الإداري للدولة. الندوات دي ندوات توعوية كل واحدة منها مستقلة. النهاردة ابتدينا بنشر ثقافة برامج خطط البرامج والأداء، وده توبيك جديد بتتبناه الحكومة المصرية وبالهدف منه إنها تحكم معايير التعامل معايير الأداء بتاعنا وتحط له مؤشرات محددة هي دي اللي بنقيس عليها أداء الفرد وأداء المنظومة البادجت أو الموازنة المناسبة للتنفيذ. احنا حضرتك بدأنا المشوار في نشر ثقافة التخطيط الاستراتيجي المبني على الأدلة والمبني على ثقافة الأداء من انطلاق رؤية مصر 2030. رؤية مصر 2030 اللي تم إطلاقها في فبراير 2016 وجاري التحديث عليها حاليا هي اللي وضعت حجر الأساس لبناء منظومة أداء متكاملة
وحددت برنامج مهم جدا لتطوير منظومة التخطيط والمتابعة، وده كان في محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية. أكدنا على إن إمكانية تطوير منظومة التخطيط ومن ثم منظومة المتابعة من خلال تطبيق موازنة البرامج والأداء. هو في البداية إحنا مؤسسة هانزايد الألمانية في مصر حاليا بتتعاون مع وزارة التخطيط من خلال المعهد القومي للإدارة، والحقيقة النهاردة إحنا الندوة بتاعتنا بنعقدها في المعهد القومي للتخطيط، هي بالتعاون مع المعهد القومي للإدارة، وهدفها زي ما احنا شايفين كده هو نشر ثقافة، يعني أو الهدف الأساسي هو تبسيط مفاهيم رؤية مصر 2030. هذه الندوة جزء من خطة أكبر تحقق استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والتي من أولوياتها خلق جهاز إداري يتسم بالشفافية والنزاهة ويستطيع القيام بدوره في عملية التنمية من خلال الارتقاء بمنظومة التدريب داخل الجهاز الإداري للدولة المصرية. ترشيحي جاء عن طريق شغلي والقيادات عندي، في ضوء ان الوزارة عندي والهيئة القومية للإنتاج الحربي بتبني قيادات من القيادات الشابة، فبتبقى عايزة القيادات دي تبقى ملمة بوعي ثقافي بكل اللي بيحصل في الدولة ورؤية الدولة ايه. الوزارة عندنا من اول الوزارات اللي طبقت مفهوم البرامج والأداء واللي بدأت تطبق البرامج والأداء، فالموضوع ده بالنسبة لنا يعني نسبيا مش جديد قوي، تمام، لان الحاجه دي احنا اوريدي شغالين فيها بقى لنا فتره. لكن انا نعرف المنظومه عندنا وصلت لحد فين، منظومه المتابعه مثلا وصلت لحد فين، ايه التطوير او الطبقه الاقل ممكن نوصل لها اكتر من كده، تمام، بحيث نقدر نخطط على مستوى اعلى واكثر دقه. ويعمل المعهد القومي للاداره على تنميه وتطوير القدرات البشريه والمهارات الاداريه والتكنولوجيه في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي والإداري بالدولة من خلال تنفيذ برامج تدريبية غير تقليدية لإعداد كوادر قيادية متميزة من شاغلي الوظائف الإدارية العليا والإشرافية والوسطى بالقطاع الحكومي والراغبين فيها. علشان نقدر نعرف احنا فين وعايزين نروح على فين، لازم يكون عندنا جهاز اداري في الدولة كفء وفعال. علشان كده المعهد القومي للإدارة التابع لوزارة التخطيط بينظم مجموعة من الندوات والدورات مع مؤسسة هانزايد الألمانية لعدد كبير من الموظفين في مجموعة كبيرة من الوزارات المختلفة. النهاردة كان الكلام عن خطط البرامج ومؤشرات الأداء، والهدف الأساسي للمعهد والندوة النهاردة ولكل شغل وزارة التخطيط هو تحسين القدرات البشرية وتحسين الجهاز الإداري للدولة. من المعهد القومي للتخطيط، فريد أدوار، سي تي في. في النور الحقيقة تبان. برحب بحضراتكم معنا مرة تانية في النور. النهاردة وزارة الصحة أدرجت مادة كانوا بيستخدمها مرضى السكر للعلاج من مرض السكر. الحقيقة هذه المادة أدرجت ضمن جدول أول المخدرات. احنا معانا على التليفون دكتور محفوظ رمزي المتحدث الرسمي باسم نقابة صيدلة القاهرة علشان يوضح لنا أكتر. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك يا فندم. عايز أعرف من حضرتك أولا اسم المادة، وهل فعلا كانت بتستخدم في علاج مرض السكر ولا لا؟ بص، هو اسم المادة بجبلن دي في شركات كتير بتنتجها في مصر. وهي مش بتستخدم في علاج السكر لعلاج السكر، بتستخدم في الاثار الجانبيه الناتجه عن امراض السكر. لان حضرتك عارفه ان مرض السكر بيعمل التهاب في الاطراف في الاعصاب الطرفيه. تمام. تنميل وحرقان، واعتقد معظم مرضى السكر اللي بيعانوا من السكر من فتره كبيره بيشكوا من التهاب في الاطراف في الاعصاب الطرفيه. وللاسف الشديد البرجابلين كان من الحاجات اللي بتجيب نتائج كويسه جدا 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 في المرض ده، وبيستخدم في بعض انواع الصرع وبعض انواع الالتهابات الخاصه بالامراض العصبيه لهذا العمود الفقري والالتهابات. للاسف الشديد الماده ديت بعد، طبعا حضرتك عارفه، بعد ما الترامادول دخل جدول اول وبدا ينقص في السوق، طبعا كان متخرب من الهند والصين ما غطاش احتياجات المدمنين في مصر للترامادول وارتفاع التكلفه بتاعته، فاضطر المدمن ان هو يبطل الترامادول بسبب ارتفاع تكلفته ومشاكل ثانيه كتير، فراح على ماده ثانيه بقى. فهو البرجابلين بدا يعالج الاعراض الالتهابيه للترامادول. عارف حضرتك اي حد بيدمن الماده بيبقى في حاجه اسمها اعراض التهابيه. فالبرجابلين بدا يقلل الاعراض الالتهابيه عند المرضى اللي بيستخدموا الترامادول، اللي هو دخل اصلا جدول اول من كام سنه. تمام. ف
طب ده كويس لغايه دلوقتي احنا بنقول ان في استخدام سيء للدواء، نتج عنه ان في بعض الاشخاص او الشباب بالذات ده بيستخدموا استخدام سيء، وبعض الناس تقول ان هو خطر ادماني. ايه ذنب الناس اللي بتتعالج من مرضى يعني غريبه ان انا تعذبني عشان احصل على روشته؟ طب انا برضو عايز اسال حضرتك سؤال، هي الناس بتعرف منين انه الماده دي هتعمل لي الاعراض دي؟ بصي هو طبعا الموضوع بيبدا في الاول يعني الموضوع بيبدا طبعا من حد متخصص بيبدا يوصل، لان المراكز الادمان الموجوده كان بتدي الماده ديت لانها تعالج ادمان الترامادول. تمام. فبدا المرضى نفسهم يبقوا اطباء نفسهم، هو بدا يطلب الحاجه ديت من مقدم الخدمه الصحيه في مصر. لكن الاهم من كده احنا لازم نعرف يعني ايه جدول. هو جدول حضرتك يعني الاسف يعني المريض ما ينفعش يصرف الروشتة إلا من طبيب، والروشتة على ختم الطبيب وختم ورقم خدمة النقابة، وحضرتك بتسلمي قفل الروشتة للصيدلية. والطهف يبقى مكتوب، الدواء يبقى مكتوب في الروشتة لوحده، يعني الدواء ما بيبقاش أي دواء مكتوب معاه ثاني. فبالتالي أنا كمريض مسكر أو صرع عشان أحصل على الدواء دوت لازم كل شهر اروح للطبيب واتكلف طبعا مواصلات واتكلف وصفه طبيه روشته وكشف 300-400 جنيه عشان بتاع الدواء بتاعي. طب ده يعني ازاي يعني؟ ازاي يعني مريض اصلا احنا بنشكي دايما ان الدواء بيرتفع وان الدواء بيرتفع، واحنا عايزين نسهل للمرضى الحصول على الدواء بسعر التكلفه وبسعر يكون يناسب دخل المريض. ازاي انت بتصعبها؟ كل ده يا فندم. طيب برضو عايز أسأل حضرتك مصير الأدوية اللي داخل في تركيبها هذه المادة إيه؟ اللي هي فندم؟ الأدوية اللي داخل في تركيبها المادة دي دخل القرار نشر النهاردة في الجريدة الرسمية، فمن بكرة الرجال اللي بيعامل معامل في الجدول الأول، رغم أن القانون فيه يعني ثغرة في القانون، لكن قانون وزارة المهنة الصيدلة مادة 93، لكن إحنا بنقول إيه؟ إحنا بنقول أن المفروض تديني فرصه. اولا الصيدليات مش عارفه تعمل الحاجات اللي عندها، في مشكله كبيره جدا يا فندم في حته جدول اول. لان انا كصيدلي جدول اول صرف الدواء من غير روشته جدول اول فيها سجن. فما فيش صيدلي حتى لو هو يعني هقول لك انا مش هستلم. طب المريض يعمل ايه؟ المريض بقى لو واحد ساكن في قريه وحضرتك عارفه ان احنا في منصوره يعني في حته كبيره جدا في مصر منتشره، عشان يوصل لصيدليه كبيره في المدينه. طيب هل ليكم حق الاعتراض على بصفتكم صيادله يعني؟ بص يا فندم، هو طبعا مع احترام الشديد للجنه اللي طلعت القرار، طبعا القرار بيتكون لجنه ووزاره الصحه طلعت قرار بناء على تقرير اللجنه، مع احترامي لتقرير اللجنه اعتقد التقرير فيه بعض الحاجات العلميه ناقصه، دي رقم واحد. رقم اثنين احنا يعني انا اقترح وانا يعني توصفنا بعض مجلس النواب الاتي، دخلوا جدول ثاني ما عنديش مشكله. ايه الفرق ما بين جدول اول وجدول ثاني؟ لا جدول ثاني انا من حق اصرف الروشته كصيدلي وسط يا بدو مكتوب وسط 10 15 طعم ما فيش مشكله. اوكي. وما باخدش اكل الروشته من المريض، فبالتالي المريض بيبقى سهل ان يحصل على روشته. في الاخر استاذتنا في الاخر في نقطه مهمه جدا، مهما تحط من قيود وقوانين اللي بيسكنوا الضمير طبعا، مهما تحطوا جدول اول ما في الاخر اللي عايز يخالف ضميره هيلقى وسيله يخالف. بالظبط. فاحنا بنقول ان يبقى في توعيه للجمهور، توعيه للمرضى بسوء استخدام الدواء. ثانيا في حاجه مهمه، ما انا اشوف الدول بره المتقدمه في الدواء بتعمل ايه؟ ما في كندا وفي استراليا هو محطوط في الفئه الخامسه. ومتصنف هناك ان من الادويه اللي هي مدرك، يعني الادويه اللي هي يعني حضرتك عايز تقول انه مش كل ماده بيقبل عليها المدمنين نمنعها بحجه اننا بنمنع الادمان. تمام. لازم يكون في اليه ثانيه للتعامل مع المواد. تمام. في حضرتك حته مهمه عايز اقولها لحضرتك، حتى في الاف دي او دبليو اتش او او زي ما في ترخص دواء بنشوف ميزان منافع ومدار اضرار الدواء، ميزان منافع اعلى بنرخص الدواء، انا حتى في القرارات لما حاجه خاصه بالصحه ميزان المنافع للقرار ده اقل بكتير، يعني ميزان المنافع اقل بكتير من الاضرار، ميزان اضرار القرار ده عالية جدا.
شكرك جزيلا. هل عندهم داتا عن عدد المرضى في مصر اللي بتستخدم برجابين فعليا؟ هل عندهم داتا عن مرضى الاطراف العصبيه؟ لا، واحنا بنتكلم على مرض شائع، يعني احنا بنتكلم على مرض السكر، ده مرض شائع، مش يعني مش عدد قليل بس من المصريين عندهم المرض ده. بشكرك جزيلا على التوضيح دكتور محفوظ رمزي، المتحدث الرسمي باسم نقابة صيادلة القاهرة. دلوقتي بقى نتابع مع حضراتكم تقرير عن العلاقات المصرية اليابانية، هذه العلاقات اللي بدأت في عشرينيات القرن الماضي. يمكن مصر تعتبر من أولى الدول الإفريقية اللي بدأت العلاقات مع اليابان، بعدها بسنوات عديدة بدأت اليابان تتوسع في علاقاتها مع باقي الدول الإفريقية، وتحديدا الدول اللي كان فيها استعمار وتحررت من الاستعمار. يعني فعليا بدأت العلاقات اليابانية الإفريقية بقى مع باقي الدول الإفريقية تقريبا في أواخر سبعينيات القرن الماضي أو ثمانينات القرن الماضي، ودايما اليابان بتهتم في علاقاتها بالدول الإفريقية بالشق التنموي، وده اللي بنلاحظه بشكل كبير جدا في قمة اتيكات 7 اللي فيها اليابان بتحاول بقدر كبير أنها تضع مصر والدول الإفريقية على طريق التنمية الصحيح. تعالوا نتابع تقرير عن العلاقات المصرية اليابانية ونرجع لحضراتكم مرة تانية. فنور الحقيقة البان. عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح الأربعاء بمدينة يوكوهاما باليابان مباحثات قمة موسعة مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي لبحث تطوير العلاقات بين مصر واليابان في جميع المجالات وخاصة قطاعي السياحة والاستثمار، وذلك بحضور وفدي البلدين. جاء ذلك على هامش افتتاح اليابان للنسخة السابعة من مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا، حيث تستقبل اليابان عشرات القادة الأفارقة في محاولة لتعزيز حضور شركاتها في القارة الغنية بالموارد الطبيعية، وتنتهي أعمال المؤتمر يوم الجمعة المقبل في يوكوهاما الواقعة جنوب غرب العاصمة اليابانية. وشهد اللقاء بين السيسي ورئيس وزراء اليابان استعراض عدد من الملفات ذات الصلة بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات، خاصة التعليم الأساسي والتعليم العالي والثقافة والتكنولوجيا والطاقة والنقل، بالإضافة إلى الحديث حول المتحف المصري الكبير الذي يعد أيقونة للتعاون الثقافي والحضاري بين البلدين، والذي من شأنه أن يدعم قطاع السياحة في مصر. كما أشار الرئيس المصري إلى تطلع مصر لتشجيع مزيد من الشركات اليابانية على العمل والاستثمار في مصر والمشاركة في شتى المشروعات الجاري تنفيذها، خاصة في ظل ما تحظى به المشروعات والاستثمارات اليابانية القائمة من رعاية وحرص من الدولة المصرية على مساندتها. كما أكد رئيس الوزراء الياباني ترحيبه بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المشتركة على الأصعدة كافة، مؤكدا حرصه على تعزيز التعاون والشراكة بين مصر واليابان وتشجيع الشركات اليابانية على زيادة العمل في مصر، فضلا عن مواصلة تطوير العلاقات المميزة والوثيقة بين البلدين. فنور الحقيقة البان. مرحبا بحضراتكم معانا مرة تانية في النور. يمكن قبل كده تكلمنا عن خطة الدولة لتحويل عدد من سيارات الأجرة من السولار للعمل بالغاز الطبيعي، طبعا ده كان توجه واضح وملحوظ للدولة في الفترة الأخيرة، حيث يوجد حوالي 240 ألف مركبة ما بين ميكروباصات وميني باص وأوتوبيس تعمل بالسولار، وبيكلف اعتمادها مبالغ طائلة من أجل الاستيراد. وبتستهدف خطة الحكومة إحلال هذه المركبات واستبدالها بمركبات تعمل بالغاز الطبيعي لتوفير المبالغ التي يتم إنفاقها على استيراد السولار. من جانبها قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بمجموعة من الإجراءات لدعم مشروع تحويل السيارات للغاز الطبيعي وتشجيع المواطنين على تحويل سيارتهم للغاز الطبيعي. ومن خلال النجاح الساحق الذي حققته وزارة البترول والثروة المعدنية في تحقيق الاكتشافات الغازية الأخيرة زي مثلا حقل ظهر ونورس وغيرها، وتطوير تسهيلات إنتاجها وذلك في وقت قياسي، وزيادة معدلات إنتاج مصر من الغاز الطبيعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتوجه لإعادة التصدير مرة أخرى، وبذلك فإن استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات والمركبات أصبح أمامه فرص أكبر للتوسع والانتشار في مصر خلال الفترة المقبلة.
من جانبه قال مصدر مسؤول بقطاع البترول أن هناك خطة للتوسع بنشر وإنشاء محطات تموين للسيارات بالغاز الطبيعي والوصول بها لمنطقة الوجه الإبلي، ومدها أيضا لمحافظات جديدة لم تصل إليها الخدمة من قبل وعددها 6 محافظات. ناخد آخر خبر معانا النهاردة، وأكدت هيئة السكك الحديد أنه سيجرى الانتهاء من أعمال التطوير الجارية بمحطة مصر برمسيس نهاية الشهر المقبل، لافتة إلى تكلفة تنفيذها التي تصل إلى 255 مليون جنيه. وأضافت هيئة السكك الحديد أنه جرى الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية والتشطيبات بنسبة 98%، كما تم تنفيذ الأعمال التكميلية والإضافية تم إضافتها بنسبة 90%، حيث مخطط الانتهاء من الأعمال بالكامل نهاية سبتمبر المقبل. وجهة مصر الحضرية، محطة مصر دي اللي صور فيها كتير قوي من الأفلام زمان، مهم أنها تكون بشكل مشرف. خلصت الأخبار، لكن معنا مجموعة من طلبات التبرع. بداية مطلوب متبرع بكلى فصيلة الدم وموجب، السن يكون من 25 ل 45 سنة ويكون ذكر، والجسم يكون متناسق وخالي من الأمراض. في رقمين للتليفون 012-29-499-636 أو 012-741-07920. كمان مطلوب متبرع بكلى فصيلة الدم بموجب، الطول يكون من 160 ل 180 سنتي ويكون ذكر، والسن يكون من 23 ل 40 سنة ويكون خالي من الأمراض. في رقمين للتليفون 0-100-180-7403 أو 012-264-9476. كمان مطلوب متبرع بكلى فصيلة الدم A موجب أو A سالب أو O موجب ويكون خالي من الأمراض، في رقمين للتليفون 012-813-42677 أو 011-55-97-4013. آخر طلب مطلوب متبرع بكلى فصيلة الدم A سالب، السن يكون من 25 ل40 سنة ويكون الوزن من 50 ل60 كيلو، مفيش ضغط ومفيش سكر ومفيش أي حصوات في الكلى، في رقمين للتليفون في 011-500-25279 أو 011-589-5254. خلصت الأخبار، بعد الفاصل هنتكلم عن مكافحة الإرهاب والتعاون اللي بيطرحه الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما في كل المحافل الدولية. بعد الفاصل خليكم معنا.